طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الإحسان وما عوامله وما شروطه وما ضوابطه وفق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكيف يكون العبد محسنا مع نفسه ومحسنا مع غيره ومحسنا مع الله سبحانه وتعالى هل يوجد الإحسان بين الأمة الإسلامية الآن أم الأمة تفتقر إلى وجود الإحسان كقيمة كحسن من حسن الخلق الذي نفتقده كثيرا لماذا تبخر الإحسان؟ الإحسان حلقة جديدة في برنامج دينا قيما أهلا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طابت اوقاتكم اهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من هذا البرنامج نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحبي المعالي والفضيله العالمين الجليلين العدلين الثابتين معالي الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ومعالي الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بكم في حلقه جديده وفيكم بارك شيخنا الدكتور راتب حينما نقول الإحسان ما الذي يتبادر لذهن فضيلتكم مباشرة؟ لا بد من مثل والله عز وجل ضرب الأمثال نعم. إنسان أرسل ابنه إلى بلد أجنبي لينال الدكتوراه من السوربون فرضا نعم. باريس مدينة عملاقة فيها دور له فيها مساجد أحيانا فيها مقاهي فيها حدائق فيها أسواق فيها مسارح فيها كل شيء يجب أن يذكر هذا الابن أن علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة الدراسة تمام هو يأكل ويشرب يتنزه ينام يستريح يطالع كتاب قصصي مثلا كله مسموح به بس ألا ينسى علة وجوده في هذه المدينة تمام فنحن من مسلمات الإيمان أن علة وجود الإنسان في الدنيا هو العمل الصالح العمل الذي يصلح للعرض على الله لا. بل هو ثمن دخول الجنة أو ثمن مفتاح الجنة نعم الجنة ليس لها ثمن تمام أنت بعملك الصالح تمتلك ثمن المفتاح فقط نعم فالعمل الصالح سر وجودنا بل وغاية وجودنا والدليل ولكل درجات مما عملوا نعم يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح فقط وأين الإحسان من هذا؟ نعم أين الإحسان من هذا؟ العمل الصالح إحسان تمام صالح لأنه طب إذا ما الفرق بين العمل الصالح والإحسان؟ الإحسان في عطاء آه. يا أنت بتغض بصرك عمل صالح تمام بس ما أعطيت أحد شيء ما صحيح أما الإنفاق عطاء نعم تمام في إحسان في عمل صالح سلبي ضبط لسانك ضبط دخلك ضبط هي أو ليس هذا نوع من الإحسان طبعا لا إحسان هذا معقد صار نعم إذا بالطريقة كل شيء بصير بتدخله بشيء لا لا جاءنا الدكتور عمر لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وسئل في حديث الطويل سيدنا جبريل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كيف نفهم هذه المقولة في سياقيات العصر الحديث الذي نعيشه ضبط المشاعر والانفعالات وفق إيماني أن الله يراني هذا لن يجعلني أبدا أتعدى على حقوق الناس أو أخذ من حقوقهم شيئا أو أتكاسل عن أداء واجباتي أضرب مثال يا ليت في البيت تظل الغرفة زوجي نعم من يدري بدمعة الزوجة المهيضة الجناح أو المظلومة طوال الليل إلا خالقها ونعم والرجل بجوارها على بعد 10 سنتيمتر نعم من يشعر بهم الزوج المكلوم في ولده العاق أو ابنته المريضة أو الغلاء أو إلى آخره وهو يشكو إلى الله
نائما وهو نائم ظلم العباد له مثلا او ترصده في العمل او انقص من شأن اي شيء سبحان الله او التشهير به ياتي عليه الليل لا يشعر الا رب العباد. ثم تاتي بعد ذلك معامله هذا لذاك، من الذي يضبط الايقاع؟ ان الله كان عليكم رقيبا. تمام. ولذلك هاجت السفينه يعني لعبت بها الامواج، فكل على السفينه حصل لهم ذعر، فالمراه امسكت بذراع زوجها وقالت له يا رجل الا تصنع شيئا كما يريد ان كل واحد يبحث عن مخرج وهو ساكت. فاخرج لها خنجرا وقال ما الذي يمنعني الان ان اطعنك بهذا الخنجر؟ قالت لانه بيد من احب وهو يحبني. قال هذه السفينه بيد من يحبنا وهو الخالق سبحانه. الله بديع. سكينه عنده هذا الهدوء، ولذلك يجب ان يحسن في العمل. سليم. شكرا دكتورة. الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام الذي دار بينه وبين سيدنا جبريل عليه السلام، سألوا عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هل معنى هذا أن الإحسان ينماز ويعلو على الإسلام والإيمان؟ طبعا في عنا إسلام أولا خضوع كامل لمنهج الله بصرف النظر عن رغبتك في هذا الخضوع أو عدم رغبتك، عن استمتاعك أو عدم استمتاعك. نعم. أما الإيمان أن ترى الله معك. إيمان تصديق وإقبال. دقيق. تمام. الإسلام خضوع مادي. تمام. أكلك شربك يومك. والإيمان دراستك. الإيمان إقبال على الله. تمام. خضوع لمنهجه وإقبال عليه. والإحسان الخضوع ثابت. سليم. إقبال متفاوت من حين لآخر. نعم. أما الإحسان أن تنعفق من كل حاجاتك الأرضية وأن تعيش لآخرتك. الآخرة سمنها الإحسان. فأنت تحسن في أقوالك وأفعالك وفي حرفتك ومع أولادك ومع جيرانك. فصار الإحسان سمة بارزة للمؤمن. تمام. يعني عاش ليعطي. يعني عاش ليعطي. نعم. كثير من المحسن أو سمة الإحسان أنه إذا صنع معروفا ماذا صنع؟ ستره وعجله وصغره، فإن ستره أكمله وإن صغره عظمه وإن عجله هنأه. هذا هو المحسن. أنا عايز أعمل معروف في قريب لي أو في إنسان فقير، أعمل إيه؟ أستر المعروف أصنع وكأني إيه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا من الإحسان. وبعدين أستر هذا المعروف ألا أحدث به وألا أنشر أن أنا عملت كذا وكذا وكذا، بل بالعكس أتمنى ألا يشعر أحد بي. كان الصحابي والتابعي والذين سبقونا بإحسان يخادع زوجته ليلا. يخادع يعني ايه؟ ينسل من فراشها كما تخادع الام صبي رضيعها، كي يقوم ليصلي لله لا يشعر به احد ولا زوجته الا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا من احسان العمل. والذين سبقون باحسان. نعم. ما دلالة الاحسان هنا؟ الله اكبر. الاحسان هو يعني منتهى السبق في الاعمال الصالحة، وصل الى نهاية المضمار سبحان الله. يعني هو مش التالي، ليس مرتبة بعدها. لا 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 لا, لا مرتبة بعد الإحسان. بعد الإحسان. لا ليه؟ لأنه طالما أنك وصلت إلى أن سبحانه وتعالى يراك وأنت ترى. أفهم معناها الخوف من الله سبحانه وتعالى وتقوى. محبة الله عز وجل. محبته تغلب الخوف. إذا وصل الإنسان لمرتبة الإحسان أحب رب العباد، لأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. هذه الرحمة غلاف الحب. غلاف الحب. يا إبراهيم أنت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم ومن لم يتب فإني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. أنت في حنان أكثر من هذا؟ لا والله. إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. حديث قدسي. وأنا أحب إليك من كل شيء. نعم ونعم بالله. طب الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ونص على هذا صراحة، أليس كذلك؟ هل نص على حب المسلمين؟ لماذا نحن لا نرجو إخوتنا المشاهدين أن يفتحوا في المعجم المفهرس كلمة يحب؟ فإذا رأوا أن هناك أفعال كثيرة تتجاوز العشرة، يحب الصادقين المحسنين الصابرين. لو نحن أعطانا ربنا مفتاح محبته لنا، هي مفاتيح كلها. تمام. أكمل المنهج مع استاذنا واقول
كل ما مررنا بصفحة من المصحف قيدنا في دفتر هذا كلام لأبنائي وبناتي من المشاهدين ولنا جميعا. نعم. مع دفتر كده عندما يمر بآية أثنى الله فيها على فرد أو على قوم أكتب، ثم أجمع في خلال الأسبوع أو الشهر ما هي عدد الصفات التي أنا أتصف بها من هذه الصفات. تمام. وماذا يكره رب العباد عز وجل؟ نفس القضية سبحان الله. فإذا وازنت وعملت منهج بروح كده، وأنا أقول إيه؟ زي ما الدول بتعمل أسبوع المرأة وعام الطفل وعام مش عارف الخضرة وإلى آخره، أنا أقول إيه؟ ده أسبوع الصادقين، أسبوع مش عارف إيه، وهكذا. نعم. هذا المنطق بالمنهج عام. وهذا الذي تفضل به أستاذنا. نعم. هو التدبر. 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 جميل. شهر الدكتور محمد راتب النابلسي، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن المحسنين وتكلم عن المخلصين. هل درجة الإحسان تكون من الله سبحانه وتعالى للعبد، أم للعبد أن يجتهد حتى يصل إليه؟ إذا أراد ربك إظهار فضله عليك. نعم. خلق الفضل ونسبه إليك. أعطني مثال على. يعني أنت قد لا تملك بعض القدرات. تمام. الله عز وجل يمكنك من بعض القدرات كي توظفها في طاعة الله عز وجل. لو أن الله ما مكنك منها. نعم. لا تنفقها أنت. صحيح. مكنك. طيب. من شيء أعطاك مال مثلا. نعم. هذا المال أنفقته في سبيل الله، أعطاك زوجة صالحة شكرت الله عليها. نعم. وهذه أنت قلت المخلصين، هل تتساوى مع الإحسان؟ نعم. لا يصل إلى درجة المخلصين إلا إذا قال لنفسه أخلصي تتخلصي، فإن أخلصت النفس صار صاحبها. أخلصي في ماذا تتخلصي من ماذا؟ أخلصي في كل عمل تعملينه وابتغي به وجه الله عز وجل، تتخلصي من هذه الشوائب التي تعطل عن درجة الإحسان. تمام. لأن الإحسان سبحان الله أيضا هم درجات. نعم. أنفق هذا ماله كله، وأنفق هذا نصف ماله، وهذا ربع ماله، وهكذا سبحان سليم. الله. تمام. فهم سبحان الله في درجات التسابق. يعني سبحان الله، قالوا الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، منها ما هيئ للسبق ومنها ما هيئ للبيض. شتان بين هذا وتلك. نود أن نقف عند بعض من صور إحسان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين عموما. ماذا تذكر لنا شيخنا في هذا المجال؟ يعني سيدنا بلال. نعم. عليه رضوان الله. جاء أبوه وأمه كي يعتقانه. فرأى معاملة النبي فضل أفضل من أبيه وأمه، هذا إحسان. صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد. زيد عفوا. سيدنا زيد. إنه إنسان جاء ليعتق ليعود إلى أمه وأبيه، رأى من رحمة النبي الكريم ما يفوق رحمة أمه وأبيه. نعم. واحد. سليم. صورة من صور إحسان النبي أو الصحابة أو التاريخ عموما. الله أكبر. للأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نحصي، فكل عمله إحسان عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم إحسانه أنه نقل لنا رسالة رب العباد إلينا كي ينقذنا من النار وندخل بهذا الجنة. صلى الله عليه وسلم. هذا إحسان. نعم. الصحابة كلهم كانوا من المحسنين. وكان الواحد منهم يتسابق، عمر رضي الله عنه يرى أن كان يعني يذهب إلى عجوز عمياء يقوم لها حجرتها ويملأ لها جرتها ويضع لها العجائن، ففي يوم من الأيام راح لدي العملية اللي اتعملت، من يسابقني؟ فالمهم تاني يوم ثالث يوم راح مبكرا وانتظر، فرأى رجلا ملثما دخل فعمل الحكاية دي، كنس الغرفة للعجوز ووضع لها، فأمسك بيدي قال أستحلفك بالله أن تظهر تكشف لي عن وجه، فوجده أبا بكر، قال يا أبا بكر ما سبقناك لعمل إلا وسبقتنا إليه، قال يا عمر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا إحسان. من عادته أن يحلب الشياه لجارته العجوز سيدنا أبو بكر. نعم. فلما تسنى منصب الخلافة توقعت هذه الأسرة أن هذه الخدمة انتهت، فدخل الحزن إلى هذا البيت. نعم. في صبيحة اليوم الأول من تسلمه الخلافة طرق الباب، يا بنيتي افتح الباب، فتحت، من جاء؟ قالت جاء حالب الشاة يا أمه. الله أكبر. من الإحسان أيضا. الإحسان هاي. وهو خليفة. نعم. خليفة. ممكن أن تكون صور الإحسان في العصر الحديث ماذا الآن؟ هل أن يعطي الغني الفقير فقط كما قال لله يا محسنين؟ أول درجة. لا، أول درجة من درجات الإحسان أن يكف بعضنا ألسنتهم عن أعراض الناس. تمام. وأن يتوقفوا عن التشهير بسمعة الناس. وأن يتوقفوا عن الفضول وغس أنوفهم في حياة الناس. تمام. ويسألوا لما هذه طلقت، ولما هذا فصل من عمله، ولما هذا رضي عنه من ولي الأمر، ولما هذا ويقال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس يهتم منهم. بحيث أن يضع
حركة إيجابية. لا شغل الدكتور طب يضحك. مشكلة مشاكسة مشاكسة. وأنا أفهم مشاكسة. يعني بعد أن يكف جوارحه عن الإيذاء للناس هذا أول درجة من درجة الإحسان. فيتعلم بعد ذلك أن يشرح صدره له وأن يتحمل ويتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويعفو عن جاهلهم ويعطي. يعني بهذا المنطق يكون في دائرة الإحسان فيتعود أنه محسن ويوصف بالإحسان عند الناس. وأنتم يعني مرت جنازة يعني أثنى الناس عليها خيرا فقال الرسول وجبت، فمرت أخرى فلم يثنى عليها قال وجبت. ما وجبت؟ وجبت للأول الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ وجبت النار للثاني. الثاني قال قال ألسنة الخلق أعلام الحق أنتم شهداء الله في الأرض ونعم بالله. إن صح أن نقول هناك إحسان سلبي هذا الذي تفضل به أستاذه قبل قليل وهو كف لسانه كف عمله كف شهوته هذا إحسان سلبي. نعم وإحسان لكن هو. والإحسان منه سلبي وإيجابي. منه إيجابي لعطاء إحسان وكف الأذى إحسان لكنه أحسن إيجابي الآن. والله يا شيخنا أصبح كف الأداء أحسن. والله في المثل العام يقول يا نحلة لا تغرسيني ولا عايز عسلك. يعني في ناس كده معنا الذي أخذها لا 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 كفافا لا علينا ولا لنا. شكرا لكم على هذا اللقاء. أكرمك الله. شكرا الله لك. اسمع لي أن يعني نأخذ دعاء نختم به هذه الحلقة على تكون ساعة إجابة من فضيلتكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد رتب أيضا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمشاهدين جميع المسلمين أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل رب العباد بيننا شقيا ولا محروما. أن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. وأن يؤمن البلاد والعباد. وأن يمكن لدين الله في الأرض. وأن يردنا إلى دينه ردا حسنا جميلا. وأن يختم لنا بالصالحات بالباقيات الصالحات. آمين. وألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. آمين. بمقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا دكتور محمد راتب نأخذ دعاء أيضا على تكون ساعة. اللهم جافر. أصلح لنا ديننا. آمين. الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. آمين. واجعل الحياة زادا لنا من كل خير. آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. آمين. وبطاعتك عن معصيتك. آمين. بفضلك عمن سواك. آمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم على هذا اللقاء. شكرا لكم. بارك الله فيك. وفيكم الله. والله سعدنا بكم كمان. نحن بارك الله فيك. نحن أكثر سعادة سيد وشهادة. محاولة من الطراز الأول. بوركت سيد شهادة وسام على صدري. ولا سيما الأسئلة الاستفزازية. يعني حقيقة من فيض علمكم. هو طراز واحد. بارك الله فيك شيخنا. شهادة نعتز بها. تلميذكم يا سيد والله. ومريد لكم ومحب لكم. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثابتين صاحب المعالي والفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصاحب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله فيكم. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم. نترككم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما أين المسلم أين فالمسلم من سلم بالدين تربينا يا فوز من التزم
ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما، طلع النور علينا كان فكنا عظما قياما.